الخامسة صباحا في القاهرة، الثانية بتوقيت غرينتش. موجز إخباري جديد يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على تعميق الشراكة مع روسيا في إطار التطور المستمر الذي تشهده تلك العلاقات. وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أكد خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قصر قسطنطين بمدينة سان بطرسبرغ أهمية العمل على بلورة نتائج فعلية وعملية من القمة الروسية الإفريقية لصالح الشعوب الإفريقية بالمقام الأول، معربا في هذا الصدد عن استعداد مصر لتعزيز مختلف أوجه التعاون الثلاثي بين البلدين في القارة الإفريقية. كما أكد الرئيس السيسي دعم مصر لكافة المساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية سياسيا بشكل سلمي من أجل الحد من المعاناة الإنسانية القائمة وإنهاء التداعيات الاقتصادية السلبية على دول العالم. من جانبه رحب الرئيس الروسي بزيارة الرئيس السيسي إلى روسيا، مشيدا بالدور المهم للرئيس في إطلاق النسخة الأولى من القمة الروسية الإفريقية. كما أشار بوتين إلى الأهمية التي يليها لاستمرار التنسيق والتشاور مع الرئيس السيسي بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتقديره لدور مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. يشارك الرئيس السيسي اليوم في فعالية النسخة الثانية من القمة الإفريقية الروسية في مدينة سان بطرسبرغ بروسيا الاتحادية. وكان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي قد صرح بأن القمة الإفريقية الروسية تم تدشينها عام 2019 تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي، مشيرا إلى أن القمة الثانية هذا العام ستتضمن عقد جلستين عامتين وسيصدر عنها إعلان ختامي. وأضاف المتحدث أنه سيعقد على هامش القمة عدد من الفعاليات الاقتصادية والتجارية والثقافية، أبرزها المنتدى الاقتصادي والإنساني. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن مدينة العالمين الجديدة تعد إحدى مدن الجيل الرابع التي تنفذها الدولة وتستهدف تطبيق معايير استدامة الطاقة وتدوير المخلفات لتصبح مدنا خضراء. وخلال جولة تفقدية لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات العالمين الجديدة، أشار مدبولي إلى أنه يتم العمل على أن تكون المدينة مركزا لريادة المال والأعمال على المستويين العالمي والإقليمي، ومقصدا للسياحة العالمية والمحلية. وخلال الجولة تفقد رئيس الوزراء أعمال تنفيذ منطقة أبراج الداون تاون التي تنفذها شركة CSCEC الصينية، وتضم هذه المنطقة برجا أيقونيا بارتفاع 250 مترا وأربعة أبراج أخرى بارتفاع 200 متر. كما تفقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال جولته في مدينة العالمين الجديدة أعمال تنفيذ مدينة الفنون، واستمع مدبولي لشرح حول المدينة التي تقام على مساحة 260 فدانا، وتشمل على مجموعة من المباني التراثية والثقافية والتجارية المتنوعة. وبلغت نسبة التنفيذ في بعض المباني بالمدينة نحو 92%. استشهد طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة قلقلية بالضفة الغربية المحتلة. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن الطفل البالغ من العمر 14 عاما أصيب بجروح حرجة برصاص الاحتلال في الرأس. وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت أحد الأحياء بالمدينة ما أدى إلى اندلاع مواجهات. أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط صوب المواطنين.
رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي معدل الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى منذ عام 2001 في مواجهة التضخم، مشيرا إلى احتمال رفع أكثر لاحقا. وقال المركزي الأمريكي إن رفع المعدل بربع نقطة مئوية يرفع سعر الإقراض الأساسي إلى ما بين 5.25% و 5.5%، مضيفا أنه سيواصل تقييم المعلومات الإضافية وانعكاستها على السياسات النقدية. تسببت أمطار غزيرة في حدوث فيضانات ببعض المناطق الواقعة بالقرب من العاصمة الهندية نيودلهي، وأجبرت السلطات العديدة من السكان على إجلاء منازلهم، كما أغلقت المدارس مع استعداد المنطقة لمزيد من الأمطار الغزيرة. مشاهدينا، إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية الموجز. لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة. تقبلوا تحياتي، ناردين حبيب. دمتم في أمان الله.